أي ترى بركاته إخواني، من يحب هذه اللعبة بارتي وليس لديه جواهر يمكن أن يلعب، وإن يدير النرد يدير النرد كما يشاء بدون جواهر. هذا بارتي مهكر، سوف ألغي التثبيت، سأريكم الطريقة كيف يعمل. ألغي التثبيت الفيسبوك، أنا سبق لي وأنني سجلت فيسبوك في جوجل كروم. الآن سوف يحولكم الرابط إلى تليجرام في هذه القناة، سوف يحولكم مباشرة إلى النسخة الجديدة بارتي. سوف أثبته، يجب أن تتبع المراحل لكي يشتغل، وبعدها يمكنك أن ترجع الفيسبوك وترجع أي شيء. هذه ملاحظة، لأن بعض الإخوان لا يخدم لهم هذا، وهم في الحقيقة هكذا يربحونكم بتدوير الحجر. يمكن أن تدور 8 تدويرات بالمجان بلا أحجار حتى تتمكن من كسب اللقب أو الجواهر. يمكنك مسحه وإعادة تحميله، سوف يدخلكم إلى قناة صديقي هذا، يمكنكم الاشتراك في هذه القناة أيضا، وشكرا. سوف ترجعون إلى الخلف، سوف يعطيكم هاي تسجيل فيسبوك، سوف يدخلني مباشرة لأنني مسجل في جوجل شروم. متابعة. سوف يعطيكم هذه العلامة عند التدوير يمكنني بإذن الله الألعاب. سوف هذا مضمون 100% أن تضغط هنا وأن تشعل هذه وتشعل هذه وتشعل هذه، إلا هذه الأخيرة فإنها تجعل يخرج أو يتعكس، وتضغط على هذه وسيدير لك الحجر كما تشاء. وشكرا إخواني، ونرجو لأن هذه اللعبة جماعية ومحبوبة، وعند جمع الأحجار الكريمة يمكنك إلغاء التثبيت هذا، وبعد فقدانه يمكنك أن تدخل بارتي ديالك على مجمع الأموال. وشكرا. الشرح في اليوتيوب إن شاء الله، الشرح في الوصف إن شاء الله، في الوصف الفيديو مكتوب.